İnsaniye. بريس قوي جدا من منتخب امريكا في نص الملعب هيرجع يلم على منطقه الزون بالفعل بس رجع متاخره وهيبقى في طرد طبعا او بعد البريس كان لازم يرجعوا على كريس مارتن بياخد طرده كويسه سيفش دانش فارجا مادرش دانيال دانش مادرش دانيال فارجا سيفش وهدف فرصات سريعة جدا الهدف الثاني يسيبوش النهارده دانيال فارجا دايما بيهوش ان هو يشوط ويعمل كروس باس وشوطة قوية من سيفوش ما يقدرش بارني يشوطها جت في ايده لكن دخلت في الجول الهدف الثاني لسيفوش